السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن درس جديد خاص بصيانة المذر بورد، والدرس النهاردة هيكون بخصوص دائرة البروسيسور. دائرة البروسيسور من أهم الدوائر في المذر بورد، ودائرة مهمة جدا، وأي عطل بيحصل في الدائرة ديت البوردة بتقطع باور أو ما بتقومش خالص. دائرة البروسيسور هنتكلم عن شرح ليها وقياسات الفولتيات بتاعة الدائرة عن طريق جهاز الأفوميتر اللي معانا دلوقتي. أول حاجة دائرة البروسيسور، أول حاجة دائرة البروسيسور معانا هنا دي قاعدة البروسيسور زي ما احنا شايفين كده، وده البروسيسور تمام، ودي المسفتات بتاعة الدائرة، والجزء المسفت دوت ده المسفت الخاص بتخزين دايرة الشيب الشمالي للبوردة الجيجابايت اللي احنا اللي معانا دلوقتي تمام. أول حاجة الدايرة بتبدأ ازاي؟ بتبدأ بكابل ال 12 فولت، اللي هو بيبقى في الباور سبلاي بيبقى فيه لونين أصفر ولونين أسمر. دي أول حاجة، أول ما الباور يشتغل بيخش على الفولت على مكثفات التنعيم زي ما احنا شايفين كده في الدايرة، زي ما احنا شايفين مكثفات التنعيم اهي بالشكل ده كده. مكثفات التنعيم ديت بتعمل تنعيم للتيار، بعد كده التيار بيخش على المسفت الرئيسي. كل دايرة مكونة من مسفت رئيسي واتنين مسفت فرعي، او مسفت اتنين مسفت ثانوي بيدعموا المسفت الرئيسي. وهنا الكويل او الملف بتاع القناة، يعني هنا دلوقتي اول حاجة كابل ال12، الثقب بتاع كابل ال12، وهنا مكثفات التنعيم زي ما احنا شايفين كده، وهنا المسفتات بتاعة الدايرة. مسفتات الدايرة لكل قناة، هي دايرة البروسيسور بتتكون من 3 قنوات زي ما احنا شايفين، ادي قناة 2 3، كل قناة بتتكون من 3 مسفتات زي ما احنا شايفين كده، 3 مسفتات كل قناة بتتكون من 3 مسفتات. والقناة والملف دوت او الكويل ده دوت بيبقى نهاية كل قناة، يعني الفولت اللي واصل ليه بيبقى نهاية كل قناة، والفولت اللي واصل ليه هو الفولت الخاص بتغذية البروسيسور. طيب أنا دلوقتي هجرب مثلا أعرف إزاي المسفت الأساسي من المسفت الفرعي، عن طريق إن أنا بوصل الأفو السوكت الكابل الأفو في اللي هو الفولت بتاع ال12 اللي بيركب فيه الكابل اللي لونه أصفر تمام، السوكت بتاعه، وده السوكت الارضي، ما هو بيبقى 4 طرف، السوكت ده بيبقى 4 طرف زي ما احنا شايفين كده. السوكت اللي هو الاصفر ده اللي هو ال 12 فولت، والاثنين اللي تحت دول الارضي بركب فيه ليه؟ لان هو الفولت ال 12 فولت بيخش على مكثفات التنعيم وبيخش على المسفت الرئيسي زي ما احنا شايفين كده. فانا بحط الافو على كابل سوكت اي طرف من اطراف ال 12 فولت، وبشغل الافو على وضع الصفاره، وضع البزر زي ما احنا شايفين كده، وابدا بالطرف الثاني اقيس الدايره واشوف هنا اللي هيصفر على قاعده الدرين بتاعه المسفت تمام. صفر معايا بالشكل ده كده، اعرف ان ده مسفت مسفت اساسي، ده المسفت الاساسي تمام. ويبقى واحط في الدرين هنا مفيش صفاره، في الدرين بتاع المسفت الفرعي مفيش صفاره، يبقى دول المسفتات الفرعيه. بنيجي هنا مثلا للدايره اللي قدامنا دي، القناه الثانيه اهي، انا دلوقتي بجرب هنا مفيش صفاره، هنا مفيش صفاره. طب لما اجرب هنا شغل الافو هنا على على المسفت هنا، صفر معايا اعرف ان ده مسفت اساسي. اللي جنبه ده برضو ده مسفت اساسي. طيب اللي جنبه اللي هنا ده، لا ده ما صفرش وده ما صفرش، بدون مسفتات فرعيه. دي كده اول حاجه عملناها. برضو مكثفات التنعيم هنا برضو دي بتاخد 12 فولت زي ما احنا شايفين كده،
ممكن اقيسها كده برضو، احط على وضع الافو على الصفاره هلاقيه بيصفر معايا. دي ايه؟ المكثفات التلعين، بتاخد التيار ال 12 فولت وبعد كده بيعدي على الموسفت الاساسي وبيدي نبضه للموسفت الفرعي، وبعد كده بيوصل التيار للكويل هنا، وكده بتنتهي الدايره مع مكثفات تنعيم، وده نهايه الفولت اللي بيخش على البروسيسور. تمام. في حاجه برضو هنتكلم فيها اللي هي ده الاي سي كنترول بتاع البروسيسور دوت، مهم جدا، ده المتحكم بتاع دايره الايه البروسيسور. طيب نتكلم بقى للجزء الثاني اللي هو ايه، الاعطال بتاعه دايره البروسيسور. اعطال دايره البروسيسور، اشهر اعطال دايره البروسيسور خصوصا في البورد اللي معانا دلوقتي، اللي هي ايه؟ لما اجي اشغل الجهاز، إيه المروحه بتاعه البروسيسور تلف ربع لفه وتقف، بعرف ان كده في قفله في دايره الباور سبلاي او دايره البروسيسور. ازاي اشيل كابل ال 12 واشغل الدايره؟ لو المروحه لفت معايا اعرف كده ان ايه العيب في دايره البروسيسور، طالما مفيش ايه فولتيات خارجه من البورده بتدي ربع لفه، المروحه بتدي ربع لفه وتقف، كده اعرف ان في عطل في دايره البروسيسور، وغالبا بيبقى احد العطل ده بيبقى سببه الموسفت الرئيسي لكل قناه. زي ما احنا شايفين سبب العطل بيبقى احد الموسفتات الرئيسيه لكل قناه، واحد منهم اتحرق. طيب اتاكد ازاي؟ بقيسه على وضع الصفاره، زي ما احنا شايفين وضع الصفاره، بقوم جاي عامل الطرف اللي ادي هنا معانا طرف الاسمر والطرف الايه الاحمر، زي ما احنا شايفين كده بركب الطرف الاسمر في قاعده الدرين هنا، بركب الطرف الاسمر في قاعده الدرين هنا، والطرف اللي معايا ده يعني انا باخد طرف من الاسمر اركبه في الدرين هنا، والطرف اللي معايا دوت بقيس بيه كل رجل من الرجلين دول، بقيس بيه كل رجل من الرجلين دول، لو صفروا الاثنين معايا اعرف ان هو ده المسفت البايظ، يبقى ده بايظ. لو صفروا الاثنين معايا انا بقيس على الطرف المسفت في الدرين، ومره بجرب فيه الجيت ومره بجرب فيه السورس، لو صفروا الاثنين كده يبقى المسفت دوت مش شغاله بايظ، وغيره. وممكن برضو افكه واجربه بره عشان اتاكد، برضو بعمل نفس الطريقه، بركب طرف الطرف بتاع الافو في الدرين، والطرف واجرب في الطرفين بتوع المسفت، الطرف اللي هو الجيت وطرف السورس، لو صفر في الاثنين يبقى كده ايه الموسفت ده مش شغال وبايظ، وتغيره بواحد تاني وان شاء الله ايه البورده بتشتغل وكده بتبقى تمام ومفيش اي مشكله. ده اشهر الاعطال الخاصه بدايره الايه البروسيسور، ده اعطال قابلتنا كتير في شغلنا، فانا قلت برضو ايه اقول لكم عليها وكده. بس ده بالنسبه للاعطال. ممكن برضو الكنترول بتاع البروسيسور يكون فيه مشكله لان هو بيسخن جامد، او ان الكنترول نفسه فيه حرق، او ممكن الكنترول يكون بايظ، ده برضو بيسبب عطل لدايره البروسيسور، بس ده مش بيبقى ايه يعني، ده في حالات قليله. لكن الاشهر الحالات اللي هي ايه المسفت الاساسي او المسفت الرئيسي، ده اللي دايما يحصل فيه مشكله وبنقيسه وبنلاقي ان هو فيه مشكله وبنغيره وبنجيب واحد تاني بنفس الموديل من بورده تقطيع، وبتشتغل الايه البورده معانا ما بيبقاش فيها اي مشكله. ده ملخص بسيط عن دايرة البروسيسور، وازاي نشوف الفولتيات داخل الفولتيات بتعدي فين وتراحة فين والخارج بتاعها نظامه ايه. في بقى الفيديو التاني ان شاء الله هنتكلم فيه، هنوصل الباور سبلاي وهنشوف نرفع القياسات للدايرة وهنشوفها مع بعض. شكرا لكم، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو التاني، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرجع تاني نكمل في شرح دايرة البروسيسور ورفع القياسات على دايرة البروسيسور. انا ركبت الباور سبلاي دلوقتي معايا، وادي كابل ال 12 اللي قلتلكوا عليه اللي هو الطرف اللي هو الاصفر والطرفين الارضي بتوعه، عن طريق قياس الافوميتر على وضع 20 فولت زي ما احنا شايفين كده، على وضع 20 فولت. تمام. وبركب طرف في الاسمر في الطرف الكابل الاسمر في الكابل الاسمر بتاع الباور سبلاي زي ما احنا شايفين كده، ومعايا
الطرف التاني اللي بقيس بيه الطرف دوت اهو مع الطرف ده كده. اول حاجة هنبدأ نقيسها اللي هي الموسفت الخاص بتغذية التشيب زي ما احنا شايفين كده. الموسفت اللي قدامنا ده الخاص بتغذية التشيب ده الدرين بتاعه. الدرين بتاعه مدي في الافو قدامي هنا 1.8 زي ما احنا شايفين بداخل على الدرين بتاعه 1.8، والطرف طرف الموسفت مطلع معايا 1.2 اللي هو فولت تغذية الايه التشيب الشمالي اللي معانا دلوقتي. ده أول حاجة. بعد كده هنخش على دايرة البروسيسور الموسفت اللي هو الأساسي أو الموسفت الرئيسي، هنقيسه مع بعض بالشكل ده كده أهو. هنحط طرف في هنا طرف الطرف بتاعه كده مديني إيه 11.6، ده الفولت اللي جاي من الكابل بتاع الـ12 ده. ده طرف الإيه ده الدرين أهو 11.6. طيب الطرف اللي هو اللي في أحد أطرافه هيدي معانا 1.3، 1.3 دوت الفولت الإيه الخاص بتغذية البروسيسور اللي هيخش على الكويل أو الملف اللي أنا مشاور عليه هنا ده اللي إحنا قلنا عليه في الفيديو في الأول. ده الكويل أو الملف اللي هو نهاية الدايرة. يبقى كده هنا معايا الدرين ومعايا كده الدرين إسنا طلع 12، إسنا دلوقتي طلع 12 11.6 تمام، ومعايا طرف اللي هنا 1.3، والطرف دوت رايح على الكويلات اللي هنا معانا دلوقتي دي، وكل كويل هتليه بنفس الايه الفولتيه اللي هي 1.38 اللي هي كانت قدامنا دلوقتي دي. ده فين؟ في المسفت الايه الاساسي المسفت الرئيسي تمام. وبرده لو قسنا المكثفات ديت هنلاقي فيها مكثفات التنعيم اللي هي في اول القناه، اول القناه هنا هتلاقي برضو فيها الايه فولت ال 12 داخل عليها كتنعيم للتيار، وبعد كده بيخش على المسفتات الايه الاساسيه زي ما احنا شايفين كده تمام. برضو ممكن نشوف مع بعض لو في من تحت هنا القناه بالشكل ده كده، ممكن نقيس هنا احد القنوات معانا هنا زي ما احنا شايفين كده ان الجيجا بايت القناه بتاعتها السن بتاعها من تحت اهي، ونشوف القراءه طالعه بعد ما نقيس الفولتية بتاعت القناة. هنشوف مع بعض كده القراية طلع 1.38 زي ما احنا شايفين كده اهو. دي نهاية ده القناة، دي نهاية الايه نهاية الدايرة، وده الفولت الخاص بتغذية الايه البروسيسور اللي هو 1.38 اللي ظهر معانا في الافوميتر كده. يبقى احنا شرحنا دايرة البروسيسور وشرحنا الفولتيات بتاعت الدايرة ورفعنا القياسات بتاعت المسفتات زي ما احنا شايفين كده. المسفت الأساسي بيبقى قاعدة الدرين بتاعته 12 فولت، وطرف المسفت 1.38 زي ما احنا شايفين ده الفولت الخاص بتغذية البروسيسور، ويخش على الكويل اللي معايا هنا أو الملف تمام. وكده يبقى ده الإيه ده نهاية الإيه نهاية كل قناة. يعني الكويل ده الفولت بتاعه لما بيوصل الفولت بتاعه ده نهاية القناة تمام. بعد كده الكويل يغذي الايه البروسيسور، وكده كده خلاص ايه الفولتات بتاعت الدايرة كده انتهت تمام. هنقفل بقى الباور سبلاي ماشي كده. شرح مبسط وتفصيلي لدايرة البروسيسور وقياسات دايرة البروسيسور والفولتات بتاعت الايه الدايرة. أي عجز في فولت من الفولتات اللي احنا شفناها دي أعرف إن كده في مشكلة في دايرة البروسيسور. وإحنا اتكلمنا عن أشهر أعطال دايرة البروسيسور في الفيديو الأولاني كده. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك والاشتراك في القناة وشير الفيديو لأكبر عدد من الناس عشان اللي ما يعرفش المعلومة يعرفها. وشكرا ليكم، ونتقابل في دروس جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.